رئيس اللجنة الأمنية هو المحافظ وهو مسؤول عن كل ما يحدث في محافظة البصرة وكل الأجهزة الأمنية تقع تحت إشراف السيد المحافظ إشراف وتوجيه له بس إشراف إشراف وتوجيه مم. هو رئيس اللجنة الأمنية العليا مزح. نعم الأجهزة الأمنية سواء الجيش أو الداخلية مرتبطة بوزارة الدفاع أو الداخلية لكن رئيس اللجنة الأمنية أيضا هو لديه إشراف ولديه توجيه لكل القطاعات الموجودة في محافظة البصرة مم. النقطة الثانية احنا قلنا اشرنا انه هناك تقصير من القوات الامنية في المحافظة و وب... اثناء تواجد السيد القادر عن القوات المسلحة كان واضح كلامه وتوجيهه وامره من يقصر سيحاسب والخائفين لا مكان لهم مع الاجهزة الامنية طبع. ما نريده هو حماية أهلنا والمواطنين في محافظة البصر الحبيبة